بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، عشاق الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحباء الكرة الطائرة على شاشة نادي القرن، النادي الأهلي، النسر المحلق عليا في سماء الرياضة المصرية وأيضا المحلق عليا في سماء الإعلام الرياضي. محدثكم عزب الشربجي، نلتقي مجددا بكل حب ونتمنى لكم مشاهدة رائعة بل أكثر من ممتعة مع أحداث اللقاء على قمة المجموعة بين كل من نادي القرن، النادي الأهلي، ونادي سبورتنج الرياضي بالأسكندرية. بداية تحية طبعا بنقدمها لمجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على هذا النقل، وأيضا تحية لكل العاملين بقناة نادي الأهلي. الفريقين الأهلي طبعا في المجموعة الرابعة اللي بتضم الأهلي وهليوبلس والظهور والإسكندرية للبترول والإعلاميين وسبورتنج، وفاز في 4 لقاءات وبنتيجة 3-0 كلهم، فاز على هليوبلس والظهور واسكندرية البترول والإعلاميين. ليه 12 نقطة، عليه له 12 شوط معلوش أصوات خالص، وليه 300 نقطة و 166 نقطة عليه داخل الأصوات. أما سبورتنج فلعب مع هليوبلس والظهور واسكندرية البترول والإعلاميين وفاز جميعها 3-0 ما عدا الظهور 3-1. مع بداية اللقاء وإرسال مع سبورتنج، وأدي إعداد من الساحر عبد الله عبد السلام وعبد الحليم يضرب أول كورة، ولكن توفيق من حوات الصد لنادي سبورتنج. النقطة الأولى لفريق سبورتنج. لسه بقى المرحلة الأولى كده قبل ما تسخن اللاعبين وتخش في الأجواء، وشايفين بقى عصران أهو في الملعب بيلعب من مركز أربعات، وكروس معاه أحمد سعيد وأدي عبد الحليم وطبعا رضا. وأدي هنا ضربة ساحقة وفي إشارة إنها خارج الملعب، لكن أنا شايفها ملامسة كده للخطوط، ولكن طبعا الحكم الأول بقى إبراهيم زكي، كابتن إبراهيم زكي هو صاحب القرار طبقا لإشارة أمير إيهاب وشريف جمال ومروة كمال، ومعاه حكم تاني منى المكاوي ومسجل محمد مسعود ومسجل تاني أسامة منصور. إرسال تاني من استقبال جيد جدا، وكرة في مركز أربعات وحائط صد أيضا من فريق سبورتنج. لسه بقى الطلاسم كده ما بنتش ليه فريق سبورتنج، ويبدأ بقى فريق النادي الأهلي مع مدربه القدير ميدو مصلحي لفك هذه الطلاسم. طبعا نادي سبورتنج نادي من الأندية الأقوية في اسكندرية وعامل المركز الثاني حتى الآن بفارق شوط الأهلي طبعا في المركز الأول. وأدي استقبال تاني من أحمد سعيد، وكرة بتتعكس للنجم أحمد صلاح اللي الكرة من إيده لا تصد ولا ترد، ونقطة لفريق النادي الأهلي. مع بداية اللقاء شايفين النتيجة 1-3 سبورتنج. زي ما قلنا لحضراتكم بتبقى المرحلة الأولى كده فك الطلاسم للفريق المنافس. وادي عبد الله عبد السلام بإرسال قوي واستقبال خاطئ ودربكة كده، ولكن تطلع الكرة على طول من محمد رمضان وترجع تاني من أحمد سعيد سهلة في ملعب سبورتنج. وادي فيرست باس وعلى طول محمود بيحط كرة في إيد حائط الصد على طول، وإشارة إنها خارج الملعب. الحكم الاول الكابتن ابراهيم كده ادى اشاره انها خارج الملعب، بالعلم ان في اشاره من الحامل الرايه المساعد والحكم الثاني بانها تاتش. ارسال قوي خارج الملعب من محمود شحاته نجم نادي سبورتنج. لف لفه كبيره كده محمود حتى استقر في نادي سبورتنج، عاملين نتائج طيبه هذا الموسم. ارسال مع عصران الوافد الجديد للقلعه الحمراء، اول سنه لعصران مع فريق النادي الاهلي، كان بيلعب قبل كده في نادي الجيش. وخارج الملعب من عصران، والنتيجه كده بتتارجح ما بين سبورتنج والاهلي، نقطه هنا ونقطه هنا بعد التقدم 5-2 حتى الان. منتظرين بقى المزيد من ابطالنا. ارسال احمد حسن من ابناء نادي بتروجيت، وادي ارسال سريع واستقبال جيد ورائع، وادي كره لاحمد صلاح بيلعبها هوك كده، ولكن دفاعات جيده من سبورتنج وفي مركز 2، وادي دفاعات ايضا من عبد الله وعبد الحليم بيعليها، واحمد سعيد بايد من حديد ولكن ما تخلصش المره دي احمد. وتاني في مركز 4 كره اي حاجه وفي لمس للشبكه بيشير اليه الحكم الثاني منى المكاوي.
6-2 سبورتنج، وعارفين ان الوقت المستقطع الفني تم الغائه نظرا طبعا لبعض التعديلات اللي بيجريها الاتحاد الدولي، بيحاول يقلل زمن توقف المباريات، وفي دراسة كده ان هو يعمل وقت مستقطع واحد لكل مدرب، ولكن حتى الان هو تم الغاء الوقت المستقطع الفني. وادي ارسال خارج الملعب من احمد حسن، يلا بقى يا رجالة، النادي الاهلي كده محتاج ان هو من البداية يحصل كده استفاقة بعد تقدم سبورتنج بثلاث نقاط. عبد الحليم بيبقى ارساله رخم قوي، عبد الحليم بيلعبه في مركز خمسة، هنشوف كده يحقق بير بونت مباشر، خد الحافة العليا للشبكة واستقبال جيد، وفي مركز اتنين وبيأخر نفسه خالص وعمل الكرة كده بجوار الخط، ودفاعات متأخرة من عبد الحليم، تنتقل الكرة مرة تانية لنادي سبورتنج، وارسال مع سبورتنج، ارقام تيشيرتات لسبورتنج من على الصدر مش باينة شوية، وادي هنا استقبال جيد من احمد سعيد، وفي مركز اربعة ومن فوق حوادث الصد، ولكن محمود بيتحرك لها جيدا، وادي تاني متابعة من محمد رمضان، ودولا بيحطها في مركز اربعات، واحمد سعيد ما بيكدبش خبر، بيرجع بقى يقول احنا هو من فوق ناطحات السحاب بنجيب نقطة. احمد صلاح النجم العالمي على الارسال، اربعة الاهلي سبعة سبورتنج. ارسال قوي واستقبال جيد جدا، وادي كره في منتصف الشبكه لكن حائط صد مزدوج من دولا الصخره، وكره خارج الملعب، وما زال في اشاره من الكابتن منى المكاوي الحكم الدولي بملامسه للشبكه، ما فيش تايم اوت، الصافره طلعت كده بس لانها متبرمجه على الكلام ده، ولكن تم الغاء الوقت المستقطع الفني نظرا لتعديلات اجراها الاتحاد الدولي. ارسال مع الوزب برست الايد واستقبال جيد من سعيد، وادي دولة ودفاعات جيدة، وترجع الكرة سهلة، والله عليك يا نادي اهلي، انا شايف ما فيهاش فور باص، ولكن حسبها بقى الكابتن ابراهيم انها لمست جسم البلوكر او الضارب، وبتعتبر لعبة جود جادج. ما زال سبورتنج تسعة الاهلي اربعة، في ملامسه للخط فعلا يشير اليها حامل الرايه ويؤكد عليها الكابتن ابراهيم زكي الحكم الدولي الاول، وبيرجع احمد سعيد على الارسال. ما زلنا منتظرين استفاقه لابطالنا بقى، ويمتعونا كده باللقاء مع حضراتكم على شاشات قناه النادي الاهلي. احمد سعيد ارسال مع الوزب قوي واستقبال خارج منطقة المناورة وفي مركز واحد، وادي بتاخد حائط الصد، ولكن ابو صلاح وتاني في مركز اربعة وبيقفل على طول عصران في ايد حائط الصد على خارج الملعب، ضرب قوي وعنيف من عصران واحمد سعيد واحمد صلاح حتى الان، ولكن لسه منطقة الوسط ما اشتغلتش كويس، لسه دولة بقى ولسه عبو. مزيد من التعليمات للكابتن ميدو مصلحي وايضا المدير الفني كابتن صلاح دهب، الاثنين من ابناء الناديين، كابتن ميدو مصلحي باع طويل مع النادي الاهلي ببطولاته اثناء ما كان لاعب وحتى الان، وادي محاوله كده لاكساب نقطه بسهوله، ولكن التوفيق ما يمشيش مع احمد سعيد شويه وتطلع خارج الملعب، معلش يا سعيد. ويرجع الارسال تاني لنادي سبورتنج، شايفين دلوقتي المعد النادي سبورتنج على الشبكه، يعني ممكن يبقى فيه ثغره شويه في حواط الصد، وادي ارسال قوي بياخد ايد عصران كده وخارج الملعب. 11-6 وتدخل بقى من الكابتن ميدو مصلحي ووقت مستقطع اول للنادي الاهلي. ما زال لاعبي النادي الاهلي حتى الان لم يقدموا كل ما في جعبتهم، عارفين طبعا الطائره الاهلاويه بتحلق في سماء بطولات الدوري والكاس والبطولات العربيه وحتى العالميه، ولكن حتى الان لسه الارداء كده ما ارتقاش لمستوى الاجاده والتالق وعباءه العمالقه كما تعودنا على فريق النادي الاهلي. وما زال سبورتنج بيحاول من البدايه انه يمسك زمام اللقاء، ولكن بقى هل هيتمكن من الشوط ده ولا لا؟ فارق خمس نقاط مش كتير،
وعندنا ما شاء الله اسماء كبيره ولاعبين كبار في النادي الاهلي قدروا يعوضوا الفرق ده. ما زال الارسال مع نادي سبورتنج، ارسال قوي، استقبال جيد جدا ويعدي، ولكن عبد الله بقى بخبرته ياخدها كده من الفيرست تايم وترجع تاني في مركز واحد بدون حوائط صد، ولكن دفاعات ايضا جيده وفي مركز اربعه، وعصران بيطلع من فوق السحاب ويضرب كره قويه من فوق حوائط الصد تاخد ايد الدفاعات على خارج الملعب. يرجع زاروك عادل او دوله او انا لقبت شخصيا بالصخره زاروك للنادي الاهلي. ارساله عادل ما شاء الله بيبقى قوي ورخم شويه برضه في مركز خمسه، شوف كده هيحقق بيه بونت مباشر ولا ايه، وفعلا وادي دربكه ولكن بيجيبها بقى محمود شحاته وحائط صد ودفاعات قويه وتغطيه قويه وكره ترجع سهله ويلمها ابو صلاح، وتاني اهو في مركز اربعه ويطلع على طول الولد الشقي حتى الان عصران بيضرب كره كده في منطقه التلت جميله قوي لا تصد ولا ترد، ونقطه لتاكيد الزعيم النادي الاهلي حتى الان وفارق ثلاث نقاط لنادي سبورتنج، مع احترامنا الكامل طبعا للمنافس نادي سبورتنج نادي قوي. ادي ارسال تاني ساقط كده ويخش الليبرو على طول يشيل، وادي احمد حسن بيضرب كره من بره كتفه كده بتاخد ايد احمد صلاح وعلى خارج الملعب. طبعا المعذره لنادي سبورتنج الارقام اللي على الصدر مش باينه، مش قادرين نقول اسماء اللاعبين. وادي هنا استقبال من حليم وبيلحق على طول رمضان وما ترجعش، وفي دربكه كده في الاداء، وشايف بقى كابتن ميدو هيتدخل ولا ايه، وعمل تغيير بالفعل، نازل محمد محسن وطالع عبو سلامات عبو. لسه كده الاداء شويه في توتر من اللاعبين او اطمئنان زايد للنتيجه. طبعا عارفين ان الدوري اتقسم لاربع مجموعات، كل مجموعه ست فرق، بيصعد الاول والثاني والثالث من كل فريق من كل مجموعه وبيكونوا 12 فريق. ارسال سريع واستقبال خارج منطقه المناوره، وتاني عصران ومن ثلاثي حائط صد بيضرب بقوه، وادي اشاره من الحكم الثاني منى المكاوي على لمس شبكة على اللاعب رقم 11 محمد أنيس محمد المتولي. عبد الله على الإرسال للفة الثانية للنادي الأهلي، إرسال قوي جدا واستقبال خارج الحدود ولا يصد ولا يرد، ولكن يرجعها وآدي حائط صد أيضا، مش عارفين مين اللي ضرب، هل حائط صد من قوته ولا محمود شحاتة. حائط صد قوي جدا من الثنائي محسن وعصران، تتعدل النتيجه الى حد ما 10 النادي الاهلي 13 سبورتنج. ارسال تاني من عبد الله لكن ملامسه لخطوط الملعب، وعارفين طبعا بيعتبر خطا قانوني ملامسه اللاعب لخط الاند لاين او النهايه اثناء اداء مهاره الارسال. 14 سبورتنج 10 الاهلي، ارسال محمود شحاته، محمد رمضان وواقف السريع شويه في النادي الاهلي وده عامل مشكله، ولكن عصران بياخد الكره بزلاين كده على طول ببره جسمه وتاخد اجسام لاعبي سبورتنج وتطلع خارج الملعب. 11 14 ما زال الفارق قريب. عصران على الارسال، شايفين بقى على الشبكه محسن وصلاح وسعيد، طبعا شبكه فولاذيه، وادي ارسال قوي وعلى محمود برضو ويستقبلها جيدا ومنطقه خلفيه وتاخد ايد حوائط الصد كده وتنزل في ملعب النادي الاهلي. ما زال محافظ الى حد كبير فريق سبورتنج على التقدم باربع نقاط حتى الان، ولكن بيحاول بقى النادي الاهلي كده ولاعبيه العمالقه يدخلوا في اللقاء والاجواء واحدة واحدة. وادي ارسال تاني سريع ورمضان استقبال رائع وابو صلاح ومن فوق حائط الصد وتأخير كده وتمركز خاطئ في الدفاعات، وبيحاول عليها محمود شحاتة وبيعتذر كده لزمايله، ولكن نقطة للنادي الاهلي. وادي محسن راجع الارسال، شكلهم كده مستلمين محمود شحاتة في الاستقبالات شوية،
محمود لعب اربعات متميز، ولكن عنده الاستقبال شوية ممكن يكون اقل، وغطى عليه فعلا هنا اهو في السنتر، وادي اسقاط، وما زال مسلسل اهدار النقاط عن طريق لمس الشبكة تشير اليه الحكم الدولي منى المكاوي. ما زال التقدم اربع نقاط، ورايح بقى عبد الله بيتكلم كده مع الحكم الاول ابراهيم زكي. ست كور شبكه في الشوط الاول. ارسال نادي سبورتنج بقيادته الفنيه صلاح دهب واحمد علي اكرامي وبلال سعد ويوسف تامر واسلام رفعت ومحمد قران جاب الله. وادي كره في ايد حائط الصد على طول بيضربها احمد صلاح، تاخد ايد حائط الصد على خارج الملعب. اللاعب محمد الحسيني كده بيقول ان الكره انه احمد صلاح عدى من تحت الشبكه لكن بعد الكره تماما، وراجع صلاح على الارسال. فارق ثلاث نقاط لنادي سبورتنج. ادي ارسال مع استقبال جيد وفي مركز اربعه، وبيطلع حائط صد من عبد الله يضلم الشبكه تماما بحائط صد مفرد ونقطه مباشره، ويقل الفارق لنقطتين فقط 14 الاهلي 16 سبورتنج. مستمتعين حتى الان بلقاء من النادي الاهلي وايضا نادي سبورتنج اللي بيؤدي باقتدار، وضياع الارسالات هو مسلسل الاهدار حتى الان في النقاط، ولكن زي ما قلنا خلاص دخل بقى النادي الاهلي ولاعبيه كده في اطار المباراه، عدت مرحله جس النبض ودلوقتي كل نقطه ليها ثمن. وادي ارسال قوي ولكن خارج الملعب، بيحاول كده الراجل ياخد نقطه مباشره بقى ويلف بره ايديه اللاعب رقم 8 محمود سيد احمد عبد السميع، ولكن خارج الملعب يا محمود. ارسال احمد سعيد مع الوزن قوي جدا ولكن ايضا في الشبكه، زي ما قلنا لحضراتكم اهدار نقاط عن طريق الارسال هو السمه الاساسيه حتى الان. يتسع الفارق مره ثانيه ل 18 سبورتنج 15 الاهلي. ارسال مع سبورتنج بالوزب قوي، بياخد الحافه العليا للشبكه ورمضان بيستقبلها بصوره جيده، وادى احمد سعيد على طول من فوق اللاعب رقم 13 نور الدين خالد عبد الهادي معد الفريق، واظن كده ابن الكابتن خالد عبد الهادي لاعب منتخب مصر السابق. يرجع دوله على الارسال و18 16 محتاجين نقطتين يا دوله. وادي ارسال سريع واستقبال من محمود شعبان على خط التلت، وكره في الخلف كده ولكن بيطلع عالي قوي محسن، وفي اشاره من الحكم الاول ابراهيم زكي بملامسه للخطوط وبيحسب على طول رانانج، وطبعا عارفين الخطا القانوني ان اللاعب المنطقه الخلفيه لا يصرح له لمس الخط الا بعد اداء المهاره. تاني دوله ونقطه واحده تفرق النادي الاهلي عن تعديل النتيجه، واستقبال معقول وتاني منطقه خلفيه، وادي هنا دفاعات جيده لدوله وحائط صد جبار من محسن وعبد الله، وترجع تاني سهله الملعب النادي الاهلي. هيشكل سريع ولا يعمل ايه؟ وفعلا مركز اربعه ومن فوق حوائط الصد بريست الايد. الله عليك يا عسران مايسترو يا عبد الله، بيشكل زي ما هو عايز، بيطلع لعيب الاهلي بسناجل حائط صد او حائط صد مفرد بياخد بيه على طول ويعدل النتيجه ل 18 18. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن صلاح دهب المدير الفني لسبورتنج، لقى خلاص فرقته داخله في المنحدر الاخير في الشوط الاول، وتم تعديل النتيجه طبعا بعد ما كان الفارق وصل لخمس نقاط اتعدلت النتيجه للتعادل. طبعا زي ما قلنا بقى فاق خلاص لاعبي النادي الاهلي ودخلوا الاجواء ودخلوا اللقاء وارتادوا مره ثانيه رداء العمالقه ورداء الابطال وبيأدوا باقتدار حتى الان، وقللوا بقى اهدار الارسالات طبعا بطبقا لتعليمات ميدو مسلحي وتامر تايجر وجمعه طبعا الجهاز الفني، ومعاهم سامح ظلام دكتور وكابتن محمود الوزير للمحلل التقني.
ما زال دول على الارسال، وارسال سريع ايضا، ومحمود كده بيستقبل على خط التلت، ومنطقه خلفيه، وادي دفاعات قويه جدا من احمد سعيد، وادي من فوق حوائط الصد ترجع تاني في ملعب سبورتنج. ومحمود شعبان وبيقولوا فيها لمس ولا ايه، وشفنا قرار لابراهيم زكي طبقا لاشاره حامل الرايه امير ايهاب او شريف جمال. نقطة حساسة جدا، و 18-18، وهنشوف بقى الكابتن ابراهيم هيدي ايه، وادى فعلا ملامسة لحوائط الصد واعتراض كده من لاعبي النادي الاهلي. النقطة الستة او السبعة اللي بيحصل فيها شك شوية سواء في الشبكة او في ملامسة لحوائط الصد. ينتقل الارسال لنادي سبورتنج و 19 سبورتنج 18 الاهلي، وارسال سائط كده، وعصران بيلم على طول وفي مركز اربعه وبيطلع يضرب كره قويه، ولكن دفاعات متمركزه بصوره جيده لفريق سبورتنج. وادي محمود شحاته بيضرب في ايد حائط الصد من تحت كده على خارج الملعب، وتتعدل مره ثانيه النتيجه، و 20 سبورتنج 18 الاهلي. تحليل سريع كده نقول ان حوائط الصد للنادي الاهلي بتطلع عالي جدا، فبيتضرب في ايديها من تحت، ولازم بقى اللاعب يقلل شويه الارتقاء عنده ويطلع ماسك الكوره. وهنشوف كده محسن هيضرب سريع ولا ايه، ولكن لاحمد صلاح اللي لا ما بيكدبش خبر، وبيضرب كوره كده في الكروس على طول بنقطه بيكشر فيها عن انيابه، وبياخد على طول النقطه، وحاسس بقى بصعوبه اللقاء حتى الان، ولكن اولادنا الابطال هيطلعوا من المأزق ده ان شاء الله. وارسال لعبد الله عبد السلام، ارسال قوي جدا واستقبال رائع من نادي سبورتنج، وادي اسقاط من احمد حسن، ولكن يجيبها على طول محسن، وتعلى تاني في اربعات اي حاجه ودربكه. وشكرا لمعد الفريق نور الدين خالد عبد الهادي، عمل كره كده مش وقتها، ولكن الحمد لله وتم تعديل النتيجه مره ثانيه. واخر خمس سطور في الشوط الاول ينهيها ان شاء الله عبد الله بارساله. ارسال بريست الايد واستقبال جيد، وفي مركز اربعه وحائط صد قبل ما ياخد الكوره، عارفين ابو صلاح واحمد ومحمد محسن، وكوره قويه جدا وارسال ونقطه للنادي الاهلي، واول تقدم في الشوط الاول 21-20، وما زال المزيد وما زالت الطائره الاهلاويه تحلق في سماء ملعب نادي الاهلي. وقت مستقطع بيطلبه صلاح ذهب يعدل فيه كده من اداء فرقته بعد تقدم النادي الاهلي بنقطه. طبعا ما قدرتش بقى فرقته تحافظ على التقدم خمس نقاط بفضل الخبرات العاليه والكفاءات الموجوده داخل ملعب النادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع الثاني لنادي سبورتنج، وخلاص بقى مفيش اوقات مستقطعه ثانيه يا كابتن صلاح، واربع نقاط تفصل النادي الاهلي عن الفوز بالشوط الاول. وزي ما بنقول كده نتمناها على يد عبد الله عبد السلام من الارسال، ونريح الجميع، ولكن احترام الكامل لنادي سبورتنج المنافس القوي حتى الان داخل اللقاء. وكوره كده فيها شك وفيها اشاره انسايد لحامل الرايه، وبيشير على طول الكابتن ابراهيم زكي الحكم الاول وينفذ قرار حامل الرايه، وبيعترض لاعبي سبورتنج طبعا زي ما تنفذ قرار حامل الرايه، وليه كامل الاحترام. والكابتن ابراهيم بيؤكد النقطه اهلاويه، و22 20 وما زال الملعب منتظر فوز النادي الاهلي بالشوط الاول. وادي قلش بقى وخارج الملعب، وشكل كده الفرقه لما بتضغط بتغلط كتير، وفعلا ده العنوان حتى الان في ثلاث نقاط يفوز بيهم النادي الاهلي بفضل ارسالات قويه من عبد الله عبد السلام، وتقفيل كده على الشبكه، وهي دي خبرات الفوز وخبرات الابطال. وهنشوف تاني هو على الشبكه، وادي الدفاعات لاحمد سعيد، وبيعلق على طول رمضان واسقاط، ولكن الله عليك يا نور الدين، وتاني من مركز اربعه وبيحاول فيها عصران، ولكن محمد رمضان بفدائيه وعايز النقطه، وجوت راي عصران محاوله كده للحق بالكره طلعها فعلا، ولكن كانت صعبه جدا على رمضان. ونقطه لنادي سبورتنج 21 سبورتنج 23 الاهلي. محمود شحاته على الارسال بيلعب قوي مع الوزب، وخلي بالك احمد يا سعيد من مركز خمسه بيلعبوا على اللاين كتير، وكان اوت شويه لكن رمضان طلعها. وادي كره بيعليها احمد سعيد، وعصران بريست ايديه، ولكن سهله في الدفاعات، وتاني كره عاليه كده
من ناطحات السحاب، ولكن مين بقى يلمها على طول؟ النادي الاهلي. ويا سلام عليك يا بيدو يا عبد الله، يا جامد قوي، بيعلق كرة كده في السنتر ما بياخدش باله منها، هات صد لنادي سبورتنج ونقطة مباشرة للنادي الاهلي. 24-21 وادي تغيير بينزل الولد الشاي الحسيني بقى من ناشئين النادي الاهلي، بينزل على الارسال كده وبيطلع عصران. تغيير خططي طبعا للكابتن ميدو مصلحي. الحسيني دفاعاته جيده وايضا ارساله مضمون الى حد كبير، فبيحاول يامن بيه كابتن ميدو مصلحي. وادي ارسال وفعلا اهو، وكان هيخدعه الحظ ولكن لسه النقطه شغاله وجايه سهله. وادي عبد الله ومحمد رمضان بيجري، ولكن المباراه بقت جميله جدا من شوطها الاول، ومحمود شعبان شحاته بيلمه في مركز اربعه وحائط صد، ولكن اختار ان يضرب الكوره خارج الملعب ويريح الجميع. وصوت اول للنادي الاهلي. وننتقل الى الاستديوهات مع كابتن هيثم السعيد وكابتن كريم جمعه وكابتن حسام شعراوي. وكلا الفرقتين زي ما بنذكر حضراتكم كده عندهم 12 نقطة، النهارده تعتبر صدارة المجموعة في الدور الأول. طبعا تم تقسيم الدوري لأربع مجموعات، كل مجموعة بتضم ست فرق، أول تاني تالت لكل مجموعة بيلعب من الترتيب من 1 لـ 12، والرابع والخامس والسادس بيلعب للترتيب من 13 لـ 24. فاز الصوت الأول النادي الأهلي 25-21 بعد ماراثون كده كان بادئ مع نادي سبورتنج، حتى تمكن النادي الأهلي في إيقاف النتيجة عند 20-20 وكمل بقى للآخر. وادي عبد الله عبد السلام بإرسال قوي وكرة كده مسقطة ولكن بدون معنى وبدون عنوان. وأحمد سعيد القادمون من الخلف، عبد الله بيعملها باقتدار، بيدخل اثنين سريع على الشبكة، ومعاه أحمد صلاح ومعاه عصران ومعاه دولة، طبعا بيسحبوا كامل بلوكات او حوائط الصد لنادي سبورتنج، وبيكمل على طول احمد سعيد من المنطقه الخلفيه بنقطه مباشره. تاني عبد الله عبد السلام بالارسال الثاني ولكن في الشبكه المره دي، معلش يا بيدو. واحد واحد في الشوط الثاني، ينتقل الارسال لنور الدين معد الفريق لنادي سبورتنج. ارسال سريع واستقبال جيد من سعيد ودولة الصخرة، اول كرة يا دولة بقى نسمع صوتها كده ومن فوق من ناطحات السحاب الاهلوية، ونقطة مباشرة على طول تاخد اجسام لاعبي نادي سبورتنج ونقطة مباشرة. عصران على الارسال، زي ما قلنا لحضراتكم الوافد الجديد داخل صفوف النادي الاهلي عصران، وطبعا بيضم بقى النادي الاهلي اثنين لعيبه من مرحله 19 سنه زياد اسامه، ومرحله 17 سنه حمزه حمدي الصافي ابن لعيبنا الكبير حمدي الصافي. وخطا كده في التمركز من عصران، تاخد ايديه الكره على خارج الملعب. ينتقل ارسال لمحمود شحاته من سبورتنج، لاعب متميز محمود شحاته، وايضا المعد للفريق نور الدين خالد عبد الهادي برضه متميز، واحمد حسن القادم من بتروجيت ايضا متميز. وادي كوره كده بتاخد على طول حواط الصد والدفاعات وتطلع من الايد اللي من الحديد من احمد سعيد على خارج الملعب. يرجع الارسال لدوله صخره النادي الاهلي او سنتر الشبكه الاهلاوي دوله زاروك. ارسال مؤثر من دولة سريع كده واستقبال خاطئ من محمود، ولكن يلحق على طول عبد الهادي بايديه وخارج الملعب. خبرات بقى عبد الله وصلاح ودولة واحمد سعيد ومحسن، وايضا الصغير في السن الكبير في اللعب عصران الموجود داخل الصفوف، وايضا دكة البدلاء بتحمل بقى خبرات وتقايل كده من العيار الثقيل. يعني الاهلي ما شاء الله عنده فرقتين وثلاثه في فريق واحد. وادي محمود واستقبال خارج منطقه المناوره وفي مركز اربعه، وطار الراجل في الهواء وضرب في الهواء محمود سيد، وتاني مره يختار البديل ويضرب في خارج الخطوط. وطبعا ده كله بقى بيدي افضليه وتفوق للنادي الاهلي 5-2 حتى الان، وانقلبت الايه. وزي ما كان بادئ سبورتنج بدايه اللقاء بحماس عالي قوي، شايف كده في هبوط شويه على مستواه والحماس قل، وادي كره بنقطه مباشره ونقطه فعلا جود جادج حامل الرايه المساعد مروه كمال.
إشارة جيدة من مروة وبيؤكد عليه على طول الحكم الأول إبراهيم زكي، وما زال دول على الإرسال، وآدي وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني النادي سبورتنج صلاح دهب من أبناء نادي سبورتنج صلاح، لعب لسبورتنج والاتحاد ولمنتخب الناشئين. ستة الأهلي، اتنين سبورتنج، مع تقدم بأربع نقاط بفضل إرسالات سريعة من دولة وحوات صد جيدة جدا من صلاح ومحسن وأحمد سعيد، ودفاعات أيضا جيدة من عبد الله عبد السلام، وأدي إسقاط ومحمود شحات على طول، وفي مركز اتنين بيدخل اتنين سريع أحمد حسن من السنتر وأنس من مركز اتنين، وتاخد على طول الكرة بنقطة مباشرة لنادي سبورتنج. بيرجع حسن على الإرسال، شايفين النادي الاهلي قافل ملعبه قوي، الارسال بيبقى فلوتر فلازم يتاخد صوابع، ولكن في الشبكه حسن ريح الكل. صلاح راجع الارسال، وسبعه الاهلي ثلاثه سبورتنج. هل المباراه هتاخد بقى وتيره واحده تقدم وتفوق حتى الان من لاعبي النادي الاهلي، ولا سبورتنج عندهم كلام تاني؟ ولكن في الشبكه برضو يا ابو صلاح. نرجع كده نعمل ريكفري سريع وندخل تاني في الاجواء واللقاء بفارق ثلاث نقاط حتى الان، نحاول نحافظ عليهم ونتقدم. ويرجع انس على الارسال، او انيس، وادي ارسال قوي واستقبال جيد من سعيد، وصلاح الفتى الطائر في صفوف النادي الاهلي، ولكن رمضان بيطلع كورته بعد كفر جيد واحمد سعيد، وفي اشاره بملامسه الحوادث الصد من ابراهيم زكي، ونقطه مباشره للاعبي النادي الاهلي. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الوقت المستقطع الفني تم الغائه في بعض التعديلات العديده من الاتحاد الدولي، هدفها الحفاظ على الكره طائره وتقليل الوقت اللي بنتوقف فيه. وادي ارسال قوي جدا واستقبال ولا اروع من كده واسقاط، ولكن مع مين بقى؟ رمضان فايق وصاحي ما شاء الله، وادي سعيد بيرجع كره سهله مع محمود شعبان، وتاني بيعمل اسقاط لكن برضه رمضان واقف لها، ويا سلام عليك يا محسن، وهترجع سهله وبيلعب كده كي جي وان، ولكن بقى ادي عبد الله بيرد عليه، والمباراه بقت سجال حتى في كده، ولكن بقى محسن بيقول لهم انا هختم القصه واختم الحكايه، وتظل طائره الاهلي هي المحلقه عاليا، وبيحيوا المعد بقى عبد الله بخبرته كده، بيمتص حماسه الشباب من نور الدين خالد عبد الهادي، وبيقول له مرتين يا راجل مع النادي الاهلي. وادي احمد سعيد، ولكن طبعا بنحيي محمد رمضان اللي عمل بقى دفاعات جيده جدا، وادي سعيد بارسالاته اللي من حديد، وادي الليبرو المتمكن حتى الان رامي محمد السيد النجار، ومعاه مهاب اباظل لسه ما شاركش حتى الان. وما زال سعيد على الارسال، وما زال التقدم اهلاوي باللون الاحمر، لون العمالقه، لون نادي الابطال، نادي القرن. 10 4 حتى الان. احمد سعيد استقبال معدي، وادي عبد الله بقى طبعا عملاق، بيرتدي رداء الضاربين وبيضرب كره كده بريست الايد السهل الممتنع بنقطه مباشره. 11 4 حتى الان. ارسال ما زال مع سعيد قوي جدا واستقبال رائع المره دي، وفي مركز واحد لانيس، ولكن هنا بقى في دفاعات جيده من رمضان، وادي عبد الله الساحر وبيلعب ارفع لاحمد صلاح، وبيعمل اسقاط كده تخدع الكره رامي النجار وتنزل بنقطه مباشره. 12 4 اتساع كبير للفارق بثمان نقاط، تريح النادي الاهلي حتى الان في اقتناس الشوط الثاني، ولكن بقى بعض التعديلات اللي بيعملها على طول الكابتن صلاح للحاق بالمباراة أو بالشوط الثاني. ما زال سعيد على الإرسال، وأدي هنا بره الإيد كده اللاعب اللي لسه نازل رقم 14 عبد العظيم، محمد عبد العظيم، ضرب كرة كويسة قوي في اللاين بنقطة مباشرة لنادي سبورتنج. ويرجع على الارسال عبد العظيم، لسه بقى مش محفوظ زوايا الضرب بتاعته، وخارج الملعب يا عبد العظيم.
محسن على الارسال نادي الاهلي و13 5 8 نقاط تقيله مع فرقه سبورتنج. وادي محسن واستقبال جيد ورائع من النجار، وادي ضرب خلفي وفي دربكه كده في التايمنج عند حائط الصد ليه عصران. اهو عبد الله بقى بخبرته مع كابتن ميدو مشلحي بيقول له اخر شويه. ارسال قوي استقبال من سعيد ودوله. مفيش تعليق يتقال عليك يا دوله، ما شاء الله يا ابني. صخره فعلا، صخره في حوادث الصد، وضارب قوي من ناطحات السحاب الاهلاويه. وعبد الله عبد السلام على الارسال، وادي التغيير، ولكن بقى اشار الحكم الاول ابراهيم زكي باستئناف لعب ويتلغي التغيير. وادي عبد الله بارسال قوي، ولكن النجار متميز حتى الان. وادي احمد حسن وفي لمس للشبكه بيحسبه على طول الحكم الثاني منى المكاوي. وهنا بقى عبد الله بيطلب كده بيقول رقم كامل للمس الشبكه، وبياكد كابتن ابراهيم على ملامسه الشبكه. وادي تغيير بيخرج احمد حسن وبينزل رقم 17 رضا فتحي، رضا او فتحي رضا فتحي. وعلى الارسال نور الدين خالد عبد الهادي. سال سريع واستقبال من سعيد، وكره دبل لاحمد صلاح بيدخل كده دوله وتترفع فوقيه على طول، ما بيكدبش خبر ابو صلاح العالمي صاحب احسن او اقوى ضارب في العالم في 2011 واحسن محقق للنقاط في 2015. تغيير بينزل الفتى صغير السن كبير اللعب الحسيني، وبيخرج عسران. ارسال مع الحسيني، ارسال في الشبكه المره دي يا حسيني. ارسال مع شحاته فريق سبورتنج، وما زال التقدم اهلاوي 7 نقاط. وادي النقطه الثامنه اللي تعمل فارق. دول على الارسال، من مركز 4 ولكن في الشبكه. اللاعب البديل اللي نزل فتحي رضا، لا عفوا ده عبد العظيم ضارب في الشبكه عبد العظيم. وادي وقت مستقطع بيطلبه على طول صلاح دهب. شايف الفارق كبر قوي، فارق 9 نقاط تؤكد صداره وزعامه فريق النادي الاهلي حتى الان في الشوط الثاني، بعد ما كان كده فريق سبورتنج متميز مع بدايه اللقاء وفي الشوط الاول وتقدم حتى النقطه 20، ولكن بقى سرعان ما استفاق المارد الاحمر وحقق النتيجه او العلامه الكامله بالفوز بالشوط الاول 25-21. ما زال دوله على الارسال زي ما قلنا، فارق السكور في الشوط الثاني يريح الى حد كبير المدير الفني ميدو مصلحي ولاعيبي النادي الاهلي. وادي كره حلوه قوي من خلف الظهر كده لنور الدين، ولكن على طول حائط صد متميز من محسن. وما زال دوله يمارس المهاره اللي بيحبها قوي، مهاره الارسال، بيلعبها كده باقتدار شويه. وادي اهو سريع جدا فعلا ويدربك مع النجار اللي استقباله متميز. وادي دفاعات قويه لعبد الله وبيضرب على طول رقم 14 عبد العظيم، محمد عبد العظيم. كره قويه بتاخد ايد عبد الله وخارج الملعب. ما زالت النتيجه في الشوط الثاني مريحه الى حد كبير او حد بعيد للنادي الاهلي، فارق 9 نقاط 9-18 دبل سكور. وادي هنا الحسيني باستقبال كده غير متقن، وعلى طول رمضان، وادي احمد سعيد ومحمود شحاته في ايده على خارج الملعب بدون حوائط صد. ما ينفعش سعيد ابو ايد من حديد يتساب من غير حوائط صد، ولكن طبعا تميز وتالق من اوت اوف سيستم على طول بيعمله محمد رمضان، وسعيد ما بيكدبش خبر وياخد نقطه للنادي الاهلي.
فارق 10 نقاط والارسال مع ابو صلاح، ارسال بريست الايد لصلاح ومحمود شحاته متاخر، ولكن رمضان فايق النهارده وادي محسن، وترجع تاني الكره فيها دربكه ويلمها الحسيني وتروح لاحمد سعيد اللي في ايد حائط الصد، وترجع تاني بدربكه كده وكره مرفوعه صعبه قوي، وعبد العظيم بيحطها كيجي وان، وتاني عبد الله بيعلق لاحمد صلاح وحوائط صد مميزه، وادي عبد الله بيموه، الله عليك يا عبد الله، يسحب معاه حوائط الصد من نادي سبورتنج محمد الحسيني، وبيطلع على طول عبد الله يرفعها لمحسن اللي ما بيكدبش خبر بدون حوائط صد ونقطه مباشره. 20-9 نتيجه ثقيله وتقيله في الشوط الثاني، ولكن هكذا هو البطل النادي الاهلي متميز في السنوات الاخيره وحتى الان ما شاء الله، ويقتنص كافة البطولات، وإن كان بيجاهد ويكافح نادي سبورتنج، مفيش استسلام للنتيجة، ولكن ما زال الأهلي هو سيد الموقف حتى الآن. ويرجع تاني أحمد سعيد، وأدى أحمد محسن، وخلاص اتفككت الشبكة، عبد الله عبد السلام حل لوغاريتمات شبكة نادي سبورتنج، وما زالت طائرة النادي الاهلي محلقة عاليا وبتشتغل بكل الاجنحة وكل المواتير والمحركات النفاسة، وما زال الكابتن ميدو مسلحي يفكر في مزيد من التألق ومزيد من البطولات حتى لا يشبع هذا الرجل ما شاء الله من البطولات وتحقيق النصر لبيته وفريقه النادي الاهلي. 22-9 ما زال سبورتنج عنده مشكلة في الخروج من هذه اللفة بقى بنقطة مباشرة، هل هتكون من ضياع ارسال ولا هتبقى مميزة لنادي سبورتنج، ولكن من ضياع ارسال فعلا لاحمد صلاح و10 22. يرجع انيس على الارسال، وفي تغييرين هيعملهم الكابتن صلاح، بيحاول ينشط فرقته، بيسحب المعد وينزل رقم 6 للملعب مصطفى ادريس، وبيسحب رقم 11 محمد انيس، وبينزل رقم 7 معد الفريق احمد محمد شعبان ابو حريده. وعايز اشيد بالليبرو المتالق رامي النجار في صفوف سبورتنج، وايضا بمحمد رمضان الليبرو الاكثر تالقا واللي فايق ما شاء الله النهارده واللي بيقدم مباراه رائعه، وادي ابو صلاح كمان بيقول لنا ان اللي اليد الطوله لسه فيه اكتساب النقاط، وادي محسن ولكن دفاعات جيده، وتاني في مركز 2 لمصطفى صاحب اليد اليسرى ولكن ضعيفه، وعبد الله بيطلع كده على طريقه بقى الباسكت وبيحط كره كده دانك من فوق، وطبعا ما فيهاش اي حاجه عبد الله، وكره سليمه 100% من اعلى الاسفل، وقد ايه تالق من عبد الله عبد السلام. احمد سعيد بيرجع الارسال، نقطتين تفصل النادي الاهلي عن الفوز بالشوط الثاني بارتياحيه، وعنوان النهارده كده السهل الممتنع، وادي لسه بنقول السهل الممتنع واكتساب النقاط بكفاءه واقتدار عن طريق احمد سعيد صاحب الايد الثقيله ما شاء الله، الايد اللي من حديد اللي بيجيب بيها نقطه مباشره من ارسال مباشر. 24-10 نخلص بقى يا سعيد، وفعلا بارسال قوي وعايز يعملها من البدايه ويحطها كده بخداع للمستقبلين لنادي سبورتنج، ولكن للمره الثانيه خارج الملعب، وهارد لك يا سعيد. يرجع الارسال مع عبد العظيم نادي سبورتنج، وفارق سكور كبير 13 نقطه يريح الى حد كبير لاعبي النادي الاهلي، وارسال قوي، لكن قلنا اللي فايق النهارده محمد رمضان، وادي بقى الولد الصغير السن كبير في اللعب، ولاحمد صلاح، وبتاخد ايد حوائط الصد والدفاعات، ونقطه مباشره، و25 11 باقتدار للنادي الاهلي، وانتهاء للشوط الثاني، ونرجع مع حضراتكم لاستديوهاتنا. وتاني رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع قناه النادي الاهلي، والشوط الثالث بعد تفوق النادي الاهلي في الشوط الثاني 25-11 وفي الشوط الاول 25-21 على الورق بس، وزي ما شايفين حضراتكم هنلاقي ان فرقه سبورتنج لعبت 20 نقطه في الشوط الاول، ولكن حتى الان تجمد رصيدها وتجمد ادائها
بصوره غريبه، وبيحاول بقى الكابتن صلاح كده تنشيط ومزيد من بس روح الحماسه داخل صفوف فرقته. وان كان النادي الاهلي حتى الان متالق ومتفوق وبيلعب بارتياح عالي قوي، وازاي بيكسب النقاط بسهوله واطمئنان. وان كان الكابتن ميدو مصلحي بيحاول يحافظ على تشكيله الاساسي، وفي بقى منزل عبد الرحمن سعودي في السنتر، ومنزل على طول الولد الحسيني من البدايه، وادي استقبال والحسيني مزنوق شويه لكن عبد الله يلحقه، واحمد صلاح بيعمل اسقاط ودربكه من رقم 12 عبد المنعم محمد عبد المنعم وخارج الملعب. لازم يأدي شويه فريق سبورتنج لو عايز يدخل في الاجواء، ولكن فريقنا بقى البطل ما بيديش فرصه للكلام ده، على طول بارسالات قويه من عبد الله واتقان في الهجمات من لاعبي النادي الاهلي. ولكن انا عاجبني حتى الان رامي النجار بيستقبل كرات قويه، وادي عبد الله بيبص وبيشوف وبيلاقي على طول عبد الرحمن وبيديله كره من فوق خالص من فوق السطوح، وعبد الرحمن برست ايديه كده بنقطه ولا اروع من كده، وما زال عبد الله هو الفتى الساحر داخل صفوف النادي الاهلي. بيدو المتمكن، وادي كره ثانيه وبيعلقها برده وبيحسب شبكه، وادي عبد الرحمن على طول بيعتذر بيقول فعلا شبكه، وجود جادج الحكم الثاني الدولي منى المكاوي. والله يا دكتور سوسو ساعدتني عليه، كنت لها معلش يا دكتور ظهر له شغل مفاجئ كده. ارسال سريع واستقبال معقول ولكن غير متقن، وادي احمد سعيد وبياخد كره اوت اوف سيستم بيقلبها له على طول عبد الله عبد السلام بجر كده، واحمد سعيد بيشكره عليها وبيطلع ياخد النقطه على طول للنادي الاهلي، و3-1 حتى الان، وبيرجع سعيد ابو قبضه من حديد على الارسال. ما زال عاجبني قوي رمضان الولد الشقي داخل صفوف النادي الاهلي، ما شاء الله متمكن بيطلع كل كوره وبيتابع وصاحي. وادي احمد سعيد واستقبال جيد من نادي سبورتنج واسقاط، وعبد الله بقى الصخره الحبه السمراء كده وقعت وطلعت كوره كانت قاتله، ولكن معلش نقطه لنادي سبورتنج. محمد الحسيني على الارسال، او محمد احمد الحسيني بيعلي الكوره قوي بيلعب ارسال قوي ولكن في الشبكه، وبيرجع سعودي على الارسال وبينزل محسن على الشبكه، يبقى عادل هو اللي ريح دلوقتي في الشوط الثالث. طبعا تبديل وتوفيق بقى بيعملها الكابتن ميدو مشلحي كده بيحاول ينشط فيها فرقته بالكامل. طبعا غياب النهارده لحسام يوسف ومحمد معوض سلامات ربنا يطمنا عليهم. وادي كوره عابره للقارات بياخدها محسن من اخر نقطه ليها وبيضرب كوره مباشره بنقطه في ملعب نادي سبورتنج. في غرابة شديدة على الأداء حتى الآن لفريق سبورتنج، بدأ اللقاء متفوق ومتألق وعمل فارق 5 نقاط مع نادي القرن النادي الأهلي، ولكن سرعان ما استعاد توازنه فريق النادي الأهلي على طول ورجع لأمجاده بقى وكسب بسهولة الشوط الثاني، وهيكمل اهو في الشوط الثالث. وادي تراي لاحمد سعيد دايف فرنساوي كده، وعبد الله عايز يعمل كره بيتش باسقاط ولكن بقى يخونه فيها الحظ والتوفيق وتنزل في ملعبه. بحييه طبعا عبد الله واحمد صلاح ما شاء الله قادرين يدوا العطاء المتكامل وفعلا مايسترو داخل صفوف النادي الاهلي. وادي ارسال قوي، ورمضان اللي فايق النهارده وصلاح اللي بيعمل بقى التو باص كده مع عبد الله، وقد ايه التفاهم بينهم هم الثلاثه محسن وصلاح وعبد الله، مع استقبال طبعا رائع ما ننساش من محمد رمضان. مع النهارده الليبرو احمد عبد العال بيستخدمه بقى الكابتن ميدو مصلحي بدلا من محمد معوض، محمد عصام معوض الف سلامه عليه ربنا يطمنا عليه ان شاء الله. وادي صلاح وفي الشبكه صلاح المره دي، الاداء سهل الاداء ممتع والمكسب بيجي، ولكن برضو محتاجين اتقان لكل حاجه بنعملها. الفرقه برضو الثانيه بتنيم شويه كده الاداء، هل ده بقى مدروس وهم بيقصدوه مع النادي الاهلي بيقللوا حماسه لاعبي النادي الاهلي ولا ايه؟ ولكن شايف ان مع ضياع الارسالات مش مقصود خالص انه ينيم الاداء، مفروض بقى هو نايم الاداء في حاجه معينه وضاعت الكوره فعلا من صلاح خلاص يلعب بقى بقوه واقتدار، ولكن حتى الان النادي الاهلي مش مديله فرصه.
وادي كره ثانيه خارج الملعب، واخر عنوان لاربع نقاط متتاليه هو ضياع الارسال، اثنين من الاهلي وواحد من سبورتنج. ارسال مع لاعبي نادي سبورتنج، ارسال سريع واستقبال من رمضان بيحاول يلحق كورته، وكره كده عابره للقارات من اقصى اليمين لاقصى اليسار، بيشدها عبد الله، وزي ما قلنا المايسترو بيوديها على طول لاحمد سعيد اللي بقى يحب الكرات دي الاوت اوف سيستم، وبيطلع من رابع دور ويضرب كره قويه جدا تنزل في ملعب سبورتنج. وما زال الاداء سهل حتى الان للاعبي النادي الاهلي، محتاجين استمتاع ونديه كده في اللقاء، ولكن النادي الاهلي طبعا متفوق وبيفرض كده سيطرته من البدايه. وادي محسن مع دربكه في الاستقبال، وكره في مركز اربعه وخارج الملعب ما فيهاش اي ملامسه ولا اي حاجه، والراجل ده قل جدا بعد ما كان بيلعب كويس في الشوط الاول، بدا كده الكيرف عنده ينزل، ولازم بقى الكابتن صلاح دهب والجهاز الفني المعاون كابتن احمد اكرامي وبلال سعد ويوسف تامر واسلام رفعت ومحمد جاب الله يشوفوا كده سبب الانهيار. ولكن طبعا هنقول ان هو بيلعب قدام النادي الاهلي، قدام النادي القرن، قدام نادي صائد البطولات، وبرده بيبقى ليه هيبه، وهنشوف كده عبد الله يعمل ايه وقد ايه بيشكل عبد الله وقد ايه بيلعب بقوه واقتدار احمد صلاح الفتى الطائر الذهبي لفريق النادي الاهلي. بيرجع محسن على الارسال، فارق مريح للنادي الاهلي 10-5 حتى الان، وفي سهوله كده في اللقاء من حكام اللقاء الكابتن ابراهيم زكي والكابتن منى المكاوي ومحمد مسعود واسامه منصور، ولكن ضياع ايضا للارسال. نشد حنا شويه يا رجاله، ننهي كده بثلاثيه نظيفه ختام مباريات الدور الاول. كل فريق لعب اربع لقاءات، فاز النادي الاهلي 3-0 في كل لقاءاته، اما فريق سبورتنج فاز 3-1 على الزهور و3-0 ايضا في كل لقاءاته، ل 12 نقطه والاهلي 12 نقطه. ولكن بقى المباراه دي الاهلي هيضم 3 نقاط يبقى ليه 15 نقطه، خلاص تصدر في المركز الاول، وننتظر بقى مع بدايه الدور الثاني. طبعا اول وثاني وثالث من كل مجموعه من اربع مجموعات بيطلع يلعب من الاول لل 12، والرابع والخامس والسادس بيلعب من ال 13 ل 24. وادي عبد الله هنا باسقاط سهل قوي، بيحاول المتالق النجار يغطي على لاعب مركز اربعه، ولكن بدربكه كده ونقطه مباشره سهله ودبل سكور، بياخد على طول كابتن صلاح ذهب وقت مستقطع يحاول يعالج كده مشاكل فرقته. ولكن زي ما بنقول النادي الاهلي بجهازه الفني ولاعبيه وقناته المتميزه بيدوا الدافع والافضليه دايما للاعبته، وما بيدوش فرصه للمنافس انه يقدر يفوق حتى في الاداء. عنده ما شاء الله عمالقه سواء في الملعب او خارج الملعب، اطول نسبه، اكثر نسبه اطوال او اعلى نسبه اطوال موجوده داخل صفوف النادي الاهلي، ويعتبر دلوقتي اصغر اللاعبين سنا موجود داخل التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي، من حمزه حمدي الصافي تحت 17 سنه وزياد اسامه تحت 19 سنه. وما زال عبد الله يمارس هوايته في اقتناس النقاط بسهوله واقتدار، وفارق كبير في السكور 7 نقاط. وادي عبد الله ارسال قوي ودربكه وخارج حدود منطقه المناوره وفي مركز اربعه وبيضرب اي حاجه، ولكن عبد الله بيطلع، وادي رمضان بيعلقها لصلاح ومشتركه، خد بالك يا ابو صلاح، وتاني رمضان بيعلق في مركز اربعه وبرده مزنوقه، لكن مع مين بقى؟ مع احمد سعيد الفتى الطائر اللي بيطلع من 3.61 متر وبيضرب من فوق 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 حوائط الصد وبيجيب نقطه مباشره و14-6. وادي تغييره بيعملها على طول كابتن ميدو مصلحي، بيطلع احمد صلاح وينزل اصغر اللاعبين او زياد اسامه لاعب مرحله 19 سنه، اللاعب الاعثر صاحب اليد اليسرى اللي بيحاول كده يكون خليفه لاحمد صلاح داخل الملعب. وبنهني طبعا الكابتن ميدو مصلحي على الفكر انه يجيب اللاعبين الناشئين المميزين ويشركهم في المباريات دي. وادي هنا كره مضروبه بقوه ومن حائط صد مفرد، ما طلعش معاه زياد، لسه برضو الخبرات قليله عند زياد، ولكن كانت كره قويه مضروبه من نادي سبورتنج بنقطه مباشره، وبندي الخصم حقه. وادي هنا بقى مرجان
اللاعب الصاعد بقوه اللي كان موجود اعاره كده في نادي بتروجيت وحقق معاه كفاءات كبيره ورجع تاني لصفوف النادي الاهلي ونزل بديل مكان الحاوي او الساحر عبد الله عبد السلام. وادي مرجان بيبص على اللعيبه وبيضرب على طول او بيرفع على طول كره لاحمد سعيد اللي ما بيكدبش خبر بالايد اللي من الحديد وبياخد نقطه. فارق 8 نقاط في الشوط الثالث. احمد سعيد ارسال قوي جدا واستقبال والاروع من كده من النجار وكره من فوق حائط الصد ولكن دفاعات جيده ايضا من احمد سعيد. وادي مرجان بيرفع على طول كره باك باس لزياد بيطلع باليد اليسرى وبياخد نقطه مباشره للنادي الاهلي. قلنا تحت مرحله 19 سنه زياد ومعانا كمان حمزه حمدي الصافي نجل الكابتن الكبير حمدي الصافي. مازال سعيد على الارسال وبريست الايد هي بقى سعيد عمال يعملها بقى له 3 اشواط يا راجل بيقول لهم اهي شفتوا بتنفع اهي وفعلا يا سعيد ونتقنها اكتر وبتخدع طبعا بسرعتها. الارسال السبايك مش شرط يكون قوي بس لازم يكون قوي وسريع وعارفين ان السرعه بتولد القوه وزي ما شايفين سرعه الارسال حققت نقطه مباشره وفارق 10 نقاط كتير. وادي محمود كده بتخدعه الكره لكن بيلحقها باقتدار وفي مركز 4 وبيلم على طول الحسيني. وادي كره في مركز 2 لزياد اللي بدا يبص وبدا يكتسب الخبرات وبدا يقول للكابتن الكبير احمد صلاح ما تقلقش انا تحت ايدك هو علمني بس المهارات علمني الخبرات وانا موجود. مازال سعيد على الارسال نقطه مباشره بقى يا سعيد ولكن استقبال جيد ورائع ايضا من النجار. وادي هنا ضربه ساحقه قويه من الدعبوسي اول مره يشارك في اللقاء النهارده الدعبوسي وضرب كره قويه كده بتاخد ايد سعيد على خارج الملعب ولكن فارق النتيجه مريح جدا للنادي الاهلي 10 نقاط وتبديل لسعيد وبينزل على طول اصغر لاعب حتى الان حمزه حمدي الصافي تحت 17 سنه. وادي ارسال في الشبكه للمره الثانيه من محمد احمد الحسيني بيعلق كره قوي وعايز يضرب الكره بنقطه مباشره ولكن في بطن الشبكه للمره الثانيه. وسعودي بيرجع على الارسال شايفين بقى ملعب النادي الاهلي في زياد وفي حمزه وفي الحسيني وفي مرجان 4 لاعبين من ناشئي النادي الاهلي. وادي كره هنا بره الايد كده من الدعبوسي فينك يا دعبوسي من الصبح كان انقذ فرقته ولكن بقى النادي الاهلي اكيد هيرعى النقطه دي ويوقفه. الراجل ضرب كره زاويه والثانيه لاين ملكته بتكون ايه وفرق السكور الكبير العشر نقاط مريح الى حد كبير لحوائط الصد الاهلاويه. وادي تغييره مزدوجه عملها كابتن صلاح دهب رجع تاني معد الفريق نور الدين خالد عبد الهادي على الارسال ونزل مصطفى صاحب اليد اليسرى اطول لاعب في فرقه سبورتنج حتى الان يا ترى هيقدر يعمل حاجه مصطفى. وادي ارسال كان هيضيع ولكن محسن يلمه على طول وبتترفع له من مرجان كره جميله قوي بيضربها محسن على طول سهله ولكنها بنقطه مباشره بيغير اتجاه الكوره وبتكون صعبه على الدفاعات لفرقه سبورتنج. بيرجع زياد اسامه على الارسال صاحب اليد اليسرى زياد وبريست ايديه وبيستقبل محمود شحاته كره بصوره جيده. وادي بقى رمضان الفايق اللي قلنا عليه وادي الحسيني ودفاعات ايضا جيده من شحاته وبقت المباراه فرديه ما بين محمود شحاته ولا ايه ومش شايف حد بيضرب غيره هل ده بقى متعمد من الفرقه. وادي هنا للدعبوسي ولكن حائط صد ولسه الكره شغاله مش عارف نقول ايه قرار بالنسبه للكابتن ابراهيم زكي هل 3 ولا 4 وهينده بقى للحكم الثاني المساعد منى المكاوي تساعده شويه في اتخاذ القرار. اظن هي 3 لمسات ولكن طبعا هو ادرى.
في هنا تغيير اضطراري بقى، مصطفى اللي نازل مكان كده المعد، رجليه فيها شد ولازم هيرجع الكابتن صلاح. ده في التغييرتين ما ينفعش تغييره واحده، هو ينفع طبعا قانونا ولكن هيبقى قدام في معد وفي الخلف في معد، هتبقى صعبه قوي على الفريق كده، فلازم يرجع اهو في التغييرتين فعلا. ونزل بقى كلا اللاعبين تاني لارضيه الملعب، تغيير يعتبر اضطراري. ما زال الارسال مع زياد، والمباراه بقت سهله جدا من الشوط الثاني بفارق كبير 25-11، وفي الشوط الثالث 20-9 حتى الان 11 نقطه. ما ينفعش التغيير. لأن دي اللاعب اللي في الخط الخلفي كان اتغير قبل كده. ما ينفعش طبعا يتغير مرتين. وادي على طول بيشير هنا الحكم الأول إبراهيم زكي لتعطيل طبعا غير متعمد ولكن يعتبر خطأ قانوني. وكارت اصفر بدون نقطه. ما زال زياد ينتظر استئناف اللقاء وارتياح على كلا المديرين الفنيين. كابتن ميدو مصلحي باقتدار بيكسب بالثلاث نقاط ان شاء الله، والكابتن صلاح حاول يقدم المزيد مع فرقته ولكن حتى الان خبرات وقدرات النادي الاهلي تفوقت. طبعا هو هنا الاعتراض كابتن صلاح انه استنفذ ست تغييرات، لكن الترابيزه هو بيقول انا عامل خمس تغييرات بس، لكن الترابيزه بتدي له اشاره بست تغييرات، فعمل تغيير اللي هو الاثنين مع بعض دي رجعت نصها طبعا لاستنفاذ التغييرات. كان من رايي الشخصي ان كابتن صلاح يعمل تغييره الخط الخلفي بس ويعمل التغييره الثانيه اضطراري لو هو طبعا عارف. وادي فعلا هنا هو تمت التغييره، الراجل صاحي اهو ما شاء الله، لقى نفسه عامل خمسه بس وعنده حق، واشار كده بال للحكم الثاني وراجع الدوران وطلع انه فعلا ده التغييره السادسه ليه، وجود كابتن صلاح ذهب. ارسال مع زياد النادي الاهلي وتوقف كان كتير وهل يا زياد، ولكن ارسال قوي ومحمود شحاته بيستقبل من ايده على خارج الملعب، والمباراه تلفز انفاسها الاخيره بقى، و22 9 بثلاث نقاط فارق من الشوط الثاني. وادي وقت مستقطع بيحاول يعمل اللي عليه كابتن صلاح دهب مدير فني نادي سبورتنج، ولكن فارق السكور معذره كبير قوي 22-9، ما ينفعش يتعوض او شبه مستحيل. طبعا بالاخص ان الاداء مش مقنع حتى الان في الشوط الثاني والثالث من نادي سبورتنج. لو الاداء كان بنفس الوتيره اللي موجود في الشوط الاول كنا ممكن نقول بيحاول يرجع الفرقه ثاني للريكفري، لكن الفارق كبير قوي وثلاث نقاط تفصل النادي الاهلي عن الفوز بثلاث نقاط، ولكن زياد اختار البديل في الشبكه ونقطه مباشره لنادي سبورتنج. يرجع الدعبوسي على الارسال، لاعب قوي البنيان الدعبوسي، وعارفين طبعا بقى الدعبوسي الكبير كان من ابناء نادي سبورتنج وانتقل كده للزمالك، وحاليا بقى اخباره كده منقطع عننا شويه ولكن ان شاء الله نطمن عليه قريب. وكره في اجسام لاعبي سبورتنج، وبيرجع الحسيني على الارسال، و23 10 بفارق 13 نقطه مريحه جدا لانهاء اللقاء وانهاء الاجواء بفوز مستحق للنادي الاهلي حتى الان. وادي الحسيني بريست الايد، لكن المتالق حتى الان النجار، وفي مركز اربعه لشحاته بيضرب خارج الملعب، الكره فعلا خارج الملعب ولكن مروه كمال بتشير انسايد ولكنها خارج الملعب فعلا. ما زال الحسيني على الارسال، ونقطه تفصل النادي الاهلي عن الثلاث نقاط.
وتصدر المجموعة الرابعة حتى الآن بانتهاء مباريات الدور الأول بالعلامة الكاملة 15 نقطة، وبيحاول عليه محمود شحاتة حتى الآخر نقطة ما شاء الله، وبترجع تاني سهلة في ملعب الأهلي. محمد رمضان ومحسن ضربة ساحقة وينهي اللقاء وينهي الشوط وينهي القصة ب 3-0 للنادي الأهلي، فوز مستحق، ألف مبروك للنادي الأهلي. وأعزائي أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم باللقاء على أمل العودة لكم مرة تانية. لكم تحياتي محدثكم عزب الشرباجي وتحيات أسرة قناة النيل النادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.